الرحيم. هنبدأ دلوقتي محاضرات التعليم المفتوح بالنسبة للمستوى الأول، الفصل الدراسي الثاني. معكم دكتور حكمة إبراهيم. هنشرح مع بعض المقرر الخاص بالأكاونتينج أند ماثماتيكس إن بيزنس كوميونيكيشن. طبعا هنا عايزين نتكلم بالنسبة لي المحاسبة. احنا عندنا المقرر ده جزئين، جزء معايا اللي هو الخاص بالناحية المحاسبية، وجزء اخر هيتم شرحه مع زميلي في قسم الاحصاء. بنتكلم هنا في الجزء ده عايزين نعرف ايه هي المحاسبة. عندنا المحاسبة عبارة عن علم يتكلم عن اجراءات مجموعة بيانات بيتم تحويلها إلى معلومات علشان أقدر أستخدمها في إنجاز. طيب، دلوقتي عايزين نعرف المعادلة المحاسبية الأساسية اللي بنشتغل بيها. عندنا The Accounting Equation عبارة عن assets equal liabilities plus owner's equity. يعني عندنا assets يعني الخصول equal liabilities اللي هي الخصوم plus owner's equity اللي هي حقوق الملكية. الassets عندنا اللي هي الresources الموارد اللي بتمتلكها المنشأة. عند الليابيلتيز دي عبارة عن الديون اللي على المنشأة، سواء كانت ديون قصيرة الأجل خلال سنة واحدة أو ديون طويلة الأجل، كأني باخد قروض زي ما باخد قروض طويلة الأجل، دي الليابيلتيز. الأونرز إكويتي حقوق الملكية اللي هو رأس المال أصحاب المنشأة بيدفعوه علشان يقدروا يديروا المنشأة بتاعتهم، عملية الإدارة من خلال النشاط خلال الفترة المحاسبية. تمام، أنا دلوقتي عندي الأكاونتينج إكويجن دي اللي هي الأسيتس إيكوال ليابيلتيز بلس أونرز إكويتي. عايزة أخد عليها إكزامبلز علشان نشوف إزاي بنحل المعادلة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في أول مثال. عندنا example one بيقول لي if total investment by owners leverage Egyptian 200,000 and by creditors leverage Egyptian 150,000 compute total resources. هنترجم المثال. بيقول لي إذا كان إجمالي الاستثمارات بواسطة المالك أو صاحب رأس المال 200,000 جنيه، والدائنون، طبعا الدائنون دول بيعتبروا من ضمن الليابيلتيز، 150,000 جنيه. بيقول المطلوب حساب إجمالي الموارد، الموارد عندي الريسورسز اللي هي الأسيتس، يبقى هنا هو طالب أجيب الأسيتس. أنا عندي المعادلة المحاسبية أسيتس إيكوال ليابيلتيز بلس أونرز إكويتي. هو هنا مديني الأونرز إكويتي 200,000، مديني الليابيلتيز 150,000، وطالب مني الكمبيوت توتال ريسورسز اللي هو طالب مني الاسيتس. بحط المعادلة المحاسبية بتاعتي. لازم احط الاول الاكاونتينج ايكويجن بتاعتي، احطها وبين ابدا اعوض بالارقام. انا عندي الاسيتس ايكوال ليابيلتيز بلس اونرز ايكويتي. عندي الاسيتس مجهولة، الليابيلتيز بحطها 150,000، وعندي الاونرز ايكويتي 200,000. يبقى انا عندي دلوقتي 200,000 زائد 150,000، يبقى then الاسيتس ايكوال 350,000. يبقى الاسيتس عندي ليفريج ايجيبسيان 350,000.
1000. هناخد دلوقتي بقى example 2. طبعا احنا هنا بناخد ده الاكزامبلز بتاعتنا على الاكاونتنج ايكويجن. ازاي انا عندي المعادله الاسيتس ايكوال ليابيلتيز بلس اونرز ايكويتي. خدنا اكزامبل 1 وكان في الليابيلتيز هي اللي مش موجوده، كان لا كان الاسيتس هي اللي مش موجوده، وعوضت في المعادله وقدرت اوصل لها. اكزامبل 2 بيقول لي if total resources leverage Egyptian 400,000 and investment by owner leverage Egyptian 202,000 compute total money from creditors. هنترجم الاكزامبل، بيقول لي اذا كان اجمالي الموارد، اجمالي الموارد، الموارد اللي هي الاصول بتاعتي، resources اللي هي equal الاسيتس بتاعتي 400,000 جنيه، أند واستثمارات المالك اللي هو رأس المال اللي المالك حطه 220,000 جنيه، compute total money from creditors المطلوب حساب إجمالي النقدية من الدائنين. احنا عندنا هنا الكريديتورز اللي هي معناها الخصوم الليابيلتيز. اوكي، بحط المعادلة بتاعتي الاكاونتنج ايكويجن بتاعتي assets equal liabilities plus owners equity. حط المعادلة وعوض بالأرقام اللي موجودة في الإكزامبل. مديني الأسيتس 400,000 بلس إيكوال ليابيليتي عايزين نجيبها، والأونرز إيكويتي 220,000. يبقى عندي الليابيليتيز عبارة عن هجيبها في جانب، يبقى 400,000 ناقص 220,000، يبقى then liabilities equal leverage Egyptian 180,000. باخر اكزامبلز، اخر اكزامبل اللي هو اكزامبل 3، علشان يبقى كده خلصنا الاكاونتنج ايكويشن. بيقول لي if total resources leverage Egyptian 500,000 and the money from creditors 230,000 calculate investment by owner. ترجمة المثال بيقول إذا كان إجمالي الموارد 500,000 جنيه مصري، وإذا كانت النقدية من الدائنين 230,000 جنيه، المطلوب حساب كالكيوليت حساب الاستثمار بواسطة المالك، يعني عايز مني أحسب رأس المال. اتفقنا إن إحنا بنحط الأول الإكويجن بتاعتنا وبعدين بنبدأ نعوض فيها. عندي الاسيتس ايكوال ليابيليتيز بلس اونرز ايكويتي، عندي الاسيتس 500,000 وعندي الليابيليتيز اللي هي الكريديتورز الدائنين 230,000. يبقى فاضل عندي الاونرز ايكويتي، يبقى then الاونرز ايكويتي ايكوال 500,000 ماينس 230,000، يبقى الاونرز ايكويتي ليفرج ايجيبشن 270,000. بكده نكون خلصنا الجزئية بتاعت الاكاونتنج ايكويجن وحلينا عليها وطبقناها. ننتقل بقى الى موضوع اخر. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في درس تاني، هنتكلم عن الانكم ستيتمنت، قائمة الدخل. هنتكلم عن الانكم ستيتمنت، قائمة مهمة جدا. احنا عندنا في المحاسبة بيتم اعداد 4 قوائم مالية لأي شركة. عندي بيتم عمل قائمة المركز المالي الفاينانشال بوزيشن ستيتمنت، وبنعمل قائمة الدخل الانكم ستيتمنت، وبنعمل قائمة التغيرات في حقوق الملكية اللي هي change of owners equity، وبنعمل قائمة التدفقات النقدية اللي هي cash flows statement. هناخد احنا في الجزئية اللي مطلوبة منا في الترم ده income statement، قائمة الدخل. قائمة الدخل دي بيتم منها قياس صافي الدخل. يعني الانكم ستيتمنت قائمة الدخل بتعمل ايه؟ بيقول لي ميجرز نت انكم، بتقيس صافي الدخل.
طب هو النيت انكم ده يا ولاد عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن الريفينيوز ماينس الاكسبنسز، صافي الدخل ده عبارة عن الإيرادات ناقص المصروفات. الإيرادات اللي هي المكاسب اللي بتدخل للمنشأة، والمصروفات اللي هي المصروفات اللي المنشأة بتدفعها لإدارة النشاط بتاعها. يبقى عندي النيت إنكم عبارة عن equal revenues minus expenses. يبقى قائمة الدخل اللي هي الإنكم ستيتمنت دي هعملها إزاي؟ هاخد الريفينيوز أطرح منها الإكسبنسز كلها أوصل للنت إنكم. تمام، بيقول لي it is used to evaluate the success of business management. It's operating the project. It is the most important accounting report especially for investors and money lender. بيقول لي it is used to evaluate، هي بتستخدم لتقييم the success of business management، في نجاح إدارة الأعمال. وهي كمان it is operating the project، هي بتعتبر كمان تشغيل للمشروع. احنا الأصول يا ولاد أي نشاط بيتم في البلد أو أي شركة أو أي مشروع أو أي منشأة بيكون الهدف منها إن هي تحقق ربح، وبالتالي لما هتحقق ربح ده هيضمن لها الاستمرارية في السوق. يبقى أنا لما بعمل الانكم ستيتمنت دي عايز أعرف أنا بحقق مكاسب قد إيه، لأن لو مش بحقق مكاسب يبقى مش هستمر. أي شركة في الدنيا بتشتغل والهدف بتاعها اللي هي الاستمرار في السوق وإن هي تحقق إيه؟ تحقق أقصى ربح ممكن. الانكم ستيتمنت بتساعدنا إن إحنا بنشوف إدارة الأعمال بتاعتنا ناجحة ولا لا، وبالتالي إن إحنا بنحقق صافي ربح. كمان بتشغل لي المشروع، وبتعتبر من التقارير المهمة the most important accounting report especially، بتعتبر من التقارير المحاسبية المهمة خصوصا especially for investors للمستثمرين and money lenders للمقرضين. هناخد دلوقتي في الصفحة القادمة مثال عليها ونشوف بنحلها ازاي. هنحل مثال بقى على الـ income statement. هنشتغل في example 4. بيقول لي balances accumulated for merchandiser. Net sales 150,000. Number 2. Cost of goods sold 75,000. 3. Operating expenses related to operation. Between brackets normal expenses. Selling 15,000. Administrative 12,000. Number 4. Non-operating expenses 14,000. مطلوب مني required prepare an income statement for merchandiser. هنترجم المثال علشان نبدأ نحله. بيقول لي الأرصدة المتجمعة للمتجر بتاعي أو للمنشأة بتاعتي. Balance accumulated for merchandiser، الأرصدة المتجمعة للمتجر بتاعي. Number 1 net sales، صافي المبيعات 150,000 جنيه. Number 2 cost of goods sold، تكلفة البضاعة المباعة 75,000 جنيه. Number 3 operating expenses، مصروفات التشغيل. بيقول لي related to operation، مصروفات التشغيل اللي هي مرتبطة بالتشغيل، وأيلي between brackets بين قوسين normal expenses دي مصروفات عادية اللي هي ايه بقى؟ selling مصروفات بيعية 15,000 جنيه. administrative مصروفات إدارية 12,000 جنيه. number 4 non-operating expenses اللي هي المصروفات الغير تشغيلية. يبقى أنا number 3 كان بيتكلم في المصروفات التشغيلية اللي هي مرتبطة بالتشغيل وبالإنتاج الخاص بتاع الشركة، لكن في مصروفات أخرى غير تشغيلية يعني غير مرتبطة بصورة مباشرة بالتشغيل اللي هي non-operating expenses 14,000 جنيه. required prepare an income statement for merchandiser، مطلوب مني إعداد قائمة الدخل للمتجر أو للمنشأة بتاعتي. هنحل في الصفحة القادمة.
هنبدأ دلوقتي بقى في حل المثال. هنسطر جدول نحط فيه الانكم ستيتمنت، وده عبارة عن خانتين. اول خانة على اليمين خالص دي الخانة الكلي اللي بحط فيها المجاميع الإجمالية، والخانة اللي بعديها دي اسمها جزئي، يبقى خانة كلي وخانة جزئي. احنا عندنا الانكم ستيتمنت زي ما كتبنا في الصفحة اللي قبل كده، اللي هي بتجيب بنجيب منها النيت انكم. النيت انكم ده بنوصل من ليه ازاي؟ عبارة عن النيت سيلز او الريفينيوز. النيت سيلز اللي هي الريفينيوز، النيت سيلز ماينس الاكسبنسز. نيت سيلز اللي هي الريفينيوز، نشيل منها الاكسبنسز نوصل للنيت انكم. عندي النيت سيلز في التمرين 150,000، بشيل منها الاكسبنسز اللي هو مدهاني في التمرين كوست اوف جود سول، تكلفه بضاعه مباعه 75,000، سيلينج اكسبنسز 15,000، ادمنستريتيف اكسبنسز 12,000، نون اوبريتنج اكسبنسز 14,000، بنجمعهم بيديني 116,000. دي مجموع المصروفات التوتال اكسبنسز. التوتال اكسبنسز دي هنطرحها من النيت سيلز صافي المبيعات او الريفينيوز بتاعتي، يبقى ال 116,000 دي هشيلها من ال 150,000 يديني النت انكم 34,000 جنيه. دلوقتي هنتكلم في الصفحة الجديدة دي، بنتكلم في the nature and use of the account، بنتكلم في طبيعة واستخدام الحساب. قبل ما نتكلم في النقطة دي طبيعة واستخدام الحساب، عايزين نعرف الرولز بتاعتنا اللي احنا بنعتمد عليها في المحاسبة. عندنا احنا اتكلمنا دلوقتي في الاكاونتنج ايكويجن، المعادلة المحاسبية، وقلنا ان الاسيتس ايكوال ليابيلتيز بلس اونرز ايكويتي. تمام، الاسيتس اللي هي الاصول بقول عليها اسيتس از ناتشورال از ديبت، وين اسيتس از انكريز ستيل ديبت، بات وين اسيتس از ديكريز بيكم كريديت. يعني الاصول بطبيعتها مدينة، إذا زادت الأصول تظل مدينة، أما إذا نقصت الأصول فتصبح دائنة. تمام، ده البند الأول في الإكويجن بتاعتي. البند الثاني كان الليابيلتيز الخصوم. بنقول على الخصوم إن الليابيلتيز is natural is credit when liabilities is increased still credit but when liabilities is decreased become credit. يعني الخصوم بطبيعتها دائنة، إذا زادت الخصوم تظل دائنة، أما إذا نقصت الخصوم فتصبح مدينة. البند الثالث في الإكويجن بتاعتي اللي هي الأونرز إكويتي. أونرز إكويتي is natural is credit when owner equity is increased still credit but when owner's equity is decreased become debit. حقوق الملكية بطبيعتها دائنة، إذا زادت حقوق الملكية بتظل دائنة، أما إذا نقصت حقوق الملكية فبتصبح مدينة. تمام، بنيجي بقى للفقرة اللي عندنا the nature and use of the account. بيقولي what is the account. احنا عندنا يا جماعة الاصول ان احنا في المحاسبة بنعمل journal entries قيود اليومية الاول، وبعد كده بنعمل ledger account حسابات الاستاذ. بنفتح لكل بند سواء من الاصول او الخصوم او حقوق الملكية بنفتح له حساب خاص بيه. فعندي هنا بيقول لي ده الحساب. What is account? An account is an individual record of increase and decrease in specific asset liability or owner's equity item. For example, we have separate accounts for cash, accounts receivable, accounts payable, revenue, rent expense, and so on. An account consists of three parts.
Number one, the title of the account. Number two, a left or debit side. Number three, a right or credit side. It is referred to as a T account. فقرة دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان الحساب ده سجل فردي. بحط فيه الزيادة او النقص في بند معين من بنود حقوق الملكية او الخصوم او الاصول. مثال ذلك بيقول لي احنا عندنا كل بند بفتح له حساب مستقل خاص بيه. يعني كاش حساب النقدية بفتح لها حساب استاذ خاص بيه. accounts receivable حسابات المدينون. accounts payable حساب الدائنون. revenue حساب الإيراد. rent expense الحساب مصروف الإيجار. and so on وهكذا. بيقول لي إن الان account consists of three parts. أنا عندي الحساب يتكون من 3 أجزاء. The title of the account عنوان الحساب اللي هو ده حساب نقدية ولا حساب مدينون ولا حساب رأس مال ولا حساب دائنون. Number two, إن الجانب الشمال هو ده اللي بيبقى الجانب المدين. Number three, a right or credit side, الجنب اليمين أو الجنب يبقى هو الجانب الدائن. ده بيشير إن الحساب بعمله على شكل حرف T. تمام، نبدأ بقى نشوف الأسئلة دي علشان نشوف العبارات اللي عندي دي ايه منها الترو وايه الفالس. بيقول لي which of the following statements about an account in true. بيقول لي اي من العبارات الآتية او الجمل الآتية بتعتبر ان الحساب an account in true، إن الحساب صحيح. It is the simplest form. An account consists of two parts. يعني بيقول لي شكل مبسط للحساب بيتكون من جزئين. Number B. An account is an individual accounting record of increase and decrease in specific asset liabilities and owner's equity item. عندي هنا بيقول لي الحساب بيعتبر سجل محاسبي فردي بيزود او بينقص فيه بنود محددة سواء في الاصول او الخصوم او حقوق الملكية. طبعا دي بتعتبر true. Number three, there are separate accounts for specific asset and liability but only one account for owner's items. بيقول لي بيوجد حسابات منفصلة ليه الأصول والخصوم ولكن حساب واحد فقط للأونر لبنود الأونرز إيكويتي آيتم. طبعا الكلام ده مش مظبوط. The left side of an account is the credit or decrease side. لا طبعا مش مظبوط الكلام ده. يبقى أنا عندي بالنسبة للجزء الأولاني اللي هو بيقول لي الجزئية دي بتتكلم عن an account. إيه هي؟ ما هو الحساب؟ an account in true. الحساب في حقيقته اللي هو الإجابة رقم 2. هنا السؤال الثاني بيقول الديبتس اللي هو المدين، الجانب المدين. Number A. Increase both assets and liabilities. زيادة لكل من الأصول والخصوم. Decrease both assets and liabilities. نقص في كل من الأصول والخصوم. Increase assets and decrease liabilities. زيادة في الأصول ونقص في الخصوم. العبارة دي هي الترو، هي الصحيحة. ليه؟ لأن احنا اتكلمنا إن الجانب المدين الأصول عندنا بطبيعتها مدينة، لما بيحصل زيادة فيها بتظل مدينة. أما الخصوم فبطبيعتها دائنة، لما بيحصل نقص فيها بتصبح مدينة. يبقى كلمة المدين، الجانب المدين، ده معناه زيادة في الأصول ونقص في الخصوم. دي الإجابة الصحيحة. Number D. Decrease assets and increase liabilities. نقص في الأصول وزيادة في الخصوم. طبعا كلام مش مظبوط. يبقى أنا عندي debits اللي هو الجانب المدين بيتكون من increase assets and decrease liabilities. تمام.
السؤال الثالث: a revenue account، حساب الإيرادات، is increased by debits، لما بيزيد بيبقى مدين، is decreased by credit، لما بينقص بيبقى دائن، has a normal balance of a debit، بيبقى عنده رصيد عادي مدين، is increased by credits، هو بيكون في حالة زيادته بيكون دائن. طبعا الإجابة دي هي الصحيحة، لأن الإيرادات بطبيعتها دائنة، إذا زادت تظل دائنة. تمام. نيجي هنا في السؤال الرابع، بيقول لي accounts that normally have debit balances are، الحسابات اللي بطبيعتها عندها أرصدة مدينة بتكون ايه؟ افكركوا تاني علشان نجاوب على السؤال ده، احنا اتفقنا ان الاسيتس بطبيعتها مدينة، الاكسبنسز المصروفات بطبيعتها مدينة، الدروينج الدروينجز المسحوبات بطبيعتها مدينة، لكن عندي الليابيلتيز دي دائنة، الاونرز ايكويتي دائنة، الريفينيو دائنة. فعايزين نشوف مين في العبارات دي اللي كل الأرصدة اللي فيها مدينة. نيجي لنمبر A، assets, expenses and revenue، لا طبعا، لأن الأسيتس مدينة صح، الاكسبنسز مدينة صح، لكن الريفينيو الإيرادات دي دائنة، يبقى كده العبارة غلط. نمبر B، assets, expenses and owner's capital، الأسيتس الأصول، الاكسبنسز المصروفات، دول مدينين، لكن الأونرز كابيتال رأس مال أصحاب المنشأة دي دائنة، يبقى لا كده العبارة غلط. نمبر C، assets, liabilities and owner's drawings، assets الأصول مدينة صح، liabilities لا دي دائنة يبقى ما ينفعش، owner's drawings دي مدينة صح، يبقى هنا liabilities دائنة، تبقى خلت العبارة خاطئة. نمبر دي بقى بيقولي assets, owners, drawings and expenses، العبارة دي صحيحة، هي دي الترو بتاعتي. ليه؟ لأن الأسيتس بطبيعتها مدينة، الأونرز المسحوبات مسحوبات الشركاء أو أصحاب رأس المال بطبيعتها مدينة، الإكسبنسز بطبيعتها مدينة، يبقى كل مكونات العبارة دي، كل البنود اللي فيها مدينة، هيبقى هي دي العبارة الصحيحة. كده اتعرضنا لمجموعة من الأسئلة، عرفنا الإجابة الصحيحة بعملية الاختيار اللي احنا بنختارها، وبكده يبقى احنا عرضنا مع بعض الـ The Accounting Equation، المعادلة المحاسبية، وطبقنا عليها، خدنا الـ Income Statement وحلينا عليها، خدنا البنود المحاسبية للمعادلة المحاسبية، الـ items for accounting equation، وعرفنا natural بتاعتها، طبيعة كل بند في المعادلة بتاعتي، وبعدين عرفنا طبيعة الحساب، وحلينا عبارات اختيارية على طبيعة الحسابات. كده يبقى احنا خلصنا الجزء بتاعنا بإذن الله، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح. اللي يحب يسأل في أي حاجة، صفحتي على الفيس يتواصل معايا، وأنا تحت أمركم في أي سؤال أو توجيه. والسلام عليكم ورحمة الله.